مهم بالنسبه لتارودانت هي كوجهه سياحيه، يعني راه الجميع كيعرف تارودانت مؤهلات ديالها تبارك الله، راه هي اش نقول لك يعني واحد الوجهه السياحيه اللي تقريبا معروفه عالميا. هي تقريبا اقليم تارودانت هو من ناحيه التقسيم الاداري هو اكبر اقليم، تقريبا 89 جماعه. ايوا كاين مجموعه ديال المؤهلات السياحيه اللي كتجعل السائح انه يجي لتارودانت ويستكشف هذه المؤهلات هذه، اللي كنتمناو ان شاء الله يعني مع الوقت ان شاء الله وفي اقرب الاجل تاخذ حقها من 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 التنميه، يعني اونيفو ديال لافراستركتور البنيه التحتيه. ايوا المشكل ديال تارودانت هو البنيه التحتيه صراحه، لانها عندها مؤهلات سياحيه جد مهمه ولكن مازال ما خدات حقها، كي قلت لك مازال ما استمرت بداك الشكل الكافي والشكل اللي خصها انها تزيد تغري السائح، لان لحد الساعه صراحه حنا كنخجلوا كنتاسفوا باش كنشوفوا ان يعني عدد الاسرة في تارودانت في اقليم تارودانت يعني مش قدر ما يقول لك ما كيفوت واحد 400 او 450 سرير للاسف، يعني كنتاسفوا راجع هذا الشيء نعيد الانعدام يعني البنيه التحتيه اللي ما كايناش. وهو تارودانت في الحقيقه واحد تجمع كل شيء، كتجمع السياحه الجبليه وكتجمع السياحه الثقافيه منها المدينه العتيقه، كتجمع فيها مؤهلات كبيره، يعني من اللي حكيت ذكرتي انت دابا جبل توبقال مثلا راه هو من 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 الجهه ديال مراكش منتعش على مدار السنه، ولكن الجهه ديال تارودانت ما منتعش، هذا غير كمثال يعني في جبل توبقال، ولكن نعيدها من البنيه التحتيه لان خص المركز اللي هو تارودانت خصها تكون عندها واحد البنيه التحتيه مهمه، يعني شوارع في الاناره في الاضاءه في يعني في المسائل اللي هي يعني تجمع بنيه تحتيه خصها تكون في تارودانت اللي هي عاصمه الاقليم. فاش كتنتعش تارودانت كعاصمه الاقليم رايك راه غادي ينتعشوا معها لي زونفيرون، يعني النواحي من توبقال من تيكوكا من تيوت من تاليوين كاع هاد النواحي غادي تنتعش الا كان عاصمه الاقليم كانت ليها واحد البنيه التحتيه في المستوى. فاش كنهضروا على البنيه التحتيه راه كنهضروا على الطرقات الاناره، من غير داكشي خص تكون مثلا وحدات سياحيه مهمه من فنادق، يعني وباش نديروا هاد الفنادق وباش هاد المستثمر يتشجع ويجي لتارودانت خص البنيه التحتيه تكون مزيانه باش يقدر يتشجع ويستثمر فيها. وهو كي قلت لك تارودانت في الحقيقه مازال ما خدات حقها، الا تأهلت تارودانت من الهند، يعني من لي بلون ديالها من التصاميم ديالها الهندسيه ديال المدينه كان فيها واحد شويه ديال يعني ما تكونش واحد الارتجاليه في التصاميم، يعني تعطي لها واحد القيمه ديال بحال الشكل ديال مراكش مثلا او الصويره او يعني دوك المناطق اللي مشات بعيد في السياحه، كون على يقين بان تارودانت غادي تكون واحد الوجهه سياحيه حتى من ناحيه الاستثمارات في المجال السياحي غادي تنتعش، لان المستثمر ما يمكنش يجي الا كيشوف البنيه التحتيه شبه منعدمه، الا كانت بنيه تحتيه في المستوى الا خدموا الناس اللي هما مسؤولين على يعني البنيه التحتيه من المنتخبون من سلطه محليه من الجهه من المجالس الاقليميه من الوزاره بما فيها النقل واللوجيستيك، الى خدموا التارودانت مزيان كون على يقين بان المستثمر غادي تغري وغادي يجي يستثمر فيها، اللي من بعد غادي يقدر يجي ذاك السائح، لان اي مستثمر دار واحد الوحده فندقيه الا وغادي يقلب من جهته على الكليان على الزبائن، هو في نفس الوقت كيدير واحد الاشهار غير مباشر للمدينه. هي كي قلت لك عاصمه الاقليم الا انتعشت البنيه التحتيه ديالها غادي النواحي كلها غادي تعرف واحد يعني واحد اش غنقول لك غادي تعرف واحد القفزه نوعيه اونيفو ديال عدد السياح اللي غادي يتوافدوا على المنطقه ككل. الثالث ديالنا هو تكون الجوده في الخدمات، تكون واحد يعني واحد لاكاليتي داكو، تكون واحد الجوده في الاستقبال، يكون واحد النوع ديال يعني باش يحاول ان هذاك السائح يلقى يعني راحته، يعني هذا تيبان لي الناس اللي غادي يستقبلوا السائح هما اللي خصهم يكونوا في المستوى باش هذاك السائح. ولكن كي قلت لك هادو من ناحيه الرياض ولا الوحدات الفندقيه، ولكن من ناحيه البنيه التحتيه الخارجيه فالناس المسؤولين هما اللي يقدروا ينهضوا بها باش يقدروا داك السائح يعاود يرجع لتارودانت ويمشي ويدير لها واحد التسويق وواحد الاشهار.